بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أعزائي الطلبة، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم في درس آخر من دروس البلاغة، ألا وهو المجاز المرسل، وهو من الدروس المهمة لطلبة البكالوريا كل الشعب. عندنا اليوم سنتعرف على المجاز المرسل، ونبين كيف نتعرف على علاقات المجاز المرسل. إذا المجاز المرسل كما رأينا في الدرس السابق، درس الاستعارة، هو أحد فرعي المجاز اللغوي. والمجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير معناه الحقيقي، بمعنى أنني أستعمل كلمة في غير ما وضعت له في الحقيقة، وإنما أستعملها استعمالا مجازيا. ما أقسام المجاز اللغوي؟ بالنسبة لأقسام المجاز اللغوي هي الاستعارة والمجاز المرسل. متى يسمى المجاز اللغوي استعارة؟ قد وضحنا هذا الأمر في درس الاستعارة، وقلنا أن المجاز اللغوي يسمى استعارة إذا كانت العلاقة بين المعنيين الأصلي والمجازي هي المشابهة، بمعنى أنه هناك مشبه ومشبه به، إلا أن أحدهما أو أحد الطرفين محذوف. بالنسبة ل أو ماذا يسمى المجاز اللغوي إذا لم تكن العلاقة فيه مشابهة؟ إذا كانت العلاقة المشابهة فالمجاز اللغوي هنا استعارة. إذا لم تكن العلاقة بين المعنى الحقيقي أو المعنى الأصلي والمعنى المجازي هي المشابهة، فماذا يسمى المجاز اللغوي في هذه الحالة؟ إذا يسمى حينئذ مجازا مرسلا. المجاز المرسل يكون حين تكون العلاقة بين المعنيين الأصلي والمجازي غير المشابهة، أما إذا كانت المشابهة فهو استعارة. ما معنى مجاز مرسل؟ معناه غير مقيد، مرسل بمعنى غير مقيد. فالمجاز المرسل غير مقيد بعلاقة واحدة، كما هو الحال في الاستعارة المقيدة بعلاقة المشابهة فقط. يعني في الاستعارة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي دائما المشابهة، أما في المجاز المرسل فإن العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي هي علاقات متعددة، ليست علاقة واحدة وإنما علاقات متعددة، وهذا ما سنتعرف عليه اليوم، وهي علاقات المجاز المرسل أو أشهر علاقات المجاز المرسل. إذن المجاز المرسل كما قلنا هو نوع من أنواع المجاز اللغوي، وهناك شروط لكي نقول عن المجاز أنه مجاز لغوي. ماذا يشترط في المجاز اللغوي؟ وقد ذكرنا هذا الأمر أيضا في درس الاستعارة. هناك شرطان أساسيان في المجاز اللغوي. الشرط الأول وهو العلاقة، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذن في المجاز اللغوي يجب أن تكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي التي هي غير المشابهة في المجاز المرسل. هي المشابهة في الاستعارة وغير المشابهة في المجاز المرسل. الشرط الثاني من شروط المجاز اللغوي وهو القرينة. ما معنى القرينة؟ بمعنى الدليل. القرينة هي الدليل الذي يبين أن هذا المعنى ليس هو المعنى الأصلي وإنما هو المعنى المجازي. فالقرينة كما ذكرنا أيضا سابقا تكون لفظية، إذا كانت عبارة عن لفظ ظاهر في الكلام أو ظاهر في المثال، وتكون حالية إذا فهمت من سياق الكلام أو إذا دل عليها سياق الكلام، يعني لا تكون ملفوظة وإنما تكون مفهومة فقط من سياق الكلام. لا يوجد لفظ يدل على هذه القرينة. إذن هذا هو. إذن شروط المجاز اللغوي قلنا العلاقة التي هي غير المشابهة في المجاز المرسل، والقرينة أو ما نسميه الدليل، الدليل على أن المعنى هو مجازي وليس أصلي. فالقرينة قد تكون لفظية بمعنى ملفوظة، هناك كلمة موجودة في الجملة تدلني على المعنى المجازي، أو تكون حالية بمعنى لا توجد لفظة وإنما السياق فقط يدلني على المعنى المجازي. إذن نبدأ في التعرف على علاقات المجاز المرسل. قال الشاعر
أول مثال، قال الشاعر: أقطف الغيث فتحيا أمنياتي، والسماء تمطر رزقا عما شعبه. إذن كلمة غيث جاءت على المجاز، إذن المجاز في كلمة الغيث، فهي في غير معناها الأصل. ما الدليل على أن كلمة الغيث لم ترد في معناها الأصل؟ إذن القرينة أو الدليل هو كلمة أقطف، لأن الغيث هو بمعنى المطر لا يقطف، فأقطف هي قرينة لفظية دالة على المعنى المجازي. نحن قلنا أن الدليل أو القرينة تكون إما لفظية أو حالية، لكن هنا القرينة هي لفظية، فكلمة أقطف دلتني على أن كلمة الغيث ليست في معناها الحقيقي. لماذا؟ لأن الغيث أو المطر لا يقطف، فهنا المعنى مجازي، وهذه الكلمة جاءت في غير معناها الأصلي. دائما في المجاز اللغوي نجد لفظة بمعنى كلمة واحدة هي التي جاءت في غير معناها الأصلي، وأجد بعد ذلك القرينة التي تدلني على المعنى المجازي سواء لفظية أو حالية. إذا نعيد الكلام إلى حقيقته. إذا أقطف الغيث هو المعنى المجازي، أقطف الثمر هو المعنى الحقيقي. إذا الذي يقطف هو الثمر وليس الغيث. فعبر الشاعر عن الثمر بكلمة الغيث، عبر عن الثمر بكلمة الغيث. لماذا استعمل كلمة الغيث بدلا من أن يستعمل كلمة الثمر؟ لأن الغيث سبب في نمو الثمر، لأن الغيث أو المطر سبب في نمو الثمر، فالعلاقة التي أجازت للشاعر استعمال الغيث بدلا من الثمر هي السببية، أي أن الغيث سبب في نمو الثمر، فعبر عن بالسبب عن المسبب. إذن الغيث سبب والثمر نتيجة، يعني مسبب نتيجة، الغيث سبب والثمر نتيجة، فهو بدلا من أن يعبر عن النتيجة، أو بدلا من أن يذكر النتيجة ذكر السبب، فذكر السبب بدلا من النتيجة، فهنا العلاقة سببية. كيف نحدد العلاقة؟ نحددها بما هو مذكور. في المثال الشيء المذكور هو السبب، إذن العلاقة سببية. الشيء الغير مذكور هو النتيجة، مذكور السبب بدل النتيجة، إذن العلاقة سببية. فالعلاقة تحدد بحسب ما هو مذكور، فإذا ذكر السبب نقول سببية. إذن في تحديدها ننطلق من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي. إذن علاقة الغيث بالثمر، الغيث سبب في نمو الثمر، بهذه الطريقة نحدد العلاقة، إذن العلاقة سببية. الآن سر بلاغة هذه الصورة، وكيف أشرح هذه الصورة؟ إذن هذه الصورة هي مجاز لغوي، عفوا مجاز مرسل. مجاز مرسل علاقته سببية، علاقته سببية، حيث أن الشاعر ذكر السبب وهو الغيث، وبدلا من المسبب وهو الثمر. سر بلاغتها الآن، ما هو السر بلاغة هذه الصورة البيانية أو سر بلاغة هذا المجاز اللغوي؟ لماذا استعمل هذا النوع من الصورة؟ سر بلاغتها وتوضيح المعنى، لكن ما المعنى الذي يريد أن يوضحه الشاعر هنا؟ فبدلا من أن يقول أقطف الثمرة قال أقطف الغيث. أقطف الغيث، فهو يريد أن يبين كثرة الخيرات والثمار. هذه الكثرة من أين جاءت؟ جاءت بسبب الغيث، هو يريد أن يبين أن هناك خيرات كثيرة بسبب كثرة الغيث أو المطر المتساقط، فهنا استعمل هذه الكلمة بدلا من استعمال كلمة الثمر. وأيضا الخفة والإيجاز، فبدلا من أن يقول أقطف الثمر الذي نما وأثمر بسبب
أث الغيث فهنا إطالة، فللإيجاز قال أقطف الغيث، فأوجز، فأصبح الكلام أخف وأوجز، أصبح الكلام أخف وأوجز. هذا بالنسبة للعلاقة الأولى. إذن العلاقة الأولى من علاقات المجاز المرسل هي السببية. إلى العلاقة الثانية، نبقى مع نفس المثال، أقطف الغيث فتحيا أمنياتي والسماء تمطر رزقا عما شعبه. إذن في الشطر الثاني من البيت الشعري كلمة رزقا، تمطر رزقا، تمطر رزقا، المجاز في كلمة رزقا، رزقا في غير معناها الأصلي. ما الدليل؟ أين الدليل على أن كلمة رزقا في غير معناها الأصلي؟ الدليل كلمة تمطر، تمطر رزقا، فالسماء لا تمطر رزقا، السماء تمطر ماء أو تمطر مطرا أو تمطر غيثا. فهنا السماء تمطر قرينة لفظية دالة على المعنى المجازي. إذن كلمة رزقا جاءت في غير معناها الأصلي. ثم والسماء تمطر رزقا، هذا المعنى المجازي. المعنى الحقيقي والسماء تمطر مطرا، والسماء تمطر مطرا. أحدد العلاقة الآن. في تحديد العلاقة أنطلق من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي. إذن علاقة كلمة رزقا بالمطر، رزق بالمطر، الرزق نتيجة والمطر سبب. فهنا الشاعر عبر عن المسبب بدل من السبب، عبر أو عبر عن النتيجة في مكان السبب. فالرزق نتيجة للمطر، الرزق نتيجة للمطر. هكذا نحدد العلاقة، دائما ننطلق مما هو مذكور، ثم نبين علاقة ما هو مذكور بما يجب أن يكون في الأصل. فعلاقة الرزق بالمطر هي أن الرزق نتيجة، الرزق نتيجة للمطر. إذن العلاقة التي أجازت للشاعر استعمال الرزق بدل من المطر هي المسببية، المسببية بمعنى نتيجة، حيث أن الرزق مسبب عن المطر، أي معنى الرزق نتيجة عن المطر. فعبر بالمسبب عن السبب، فعبر بالمسبب عن السبب، يعني ذكر النتيجة بدلا من ذكر السبب. لماذا؟ لماذا ذكر النتيجة بدلا من السبب؟ إذا ما سر بلاغتها؟ سر بلاغة هذه الصورة البيانية هو توضيح المعنى. أي معنى يريد أن يوضحه الشاعر؟ هو النتائج الإيجابية وكثرة الرزق نتيجة لكثرة الغيث المتساقط. يعني بدلا من أن يقول الشاعر والسماء تمطر مطرا وبسبب هذا ونتيجة لهذا المطر تكثر الخيرات وتكثر الأرزاق، يعني هنا إطالة، فهو أراد أن يوضح مع الإيجاز، أراد أن يوضح مع الخفة والإيجاز. فلما قال تمطر رزقا أراد أن يبين أن الهاء بسبب هذا المطر هناك نتائج إيجابية. هذه النتائج الإيجابية هي كثرة الأرزاق، كثرة الرزق وكثرة الخيرات. نتيجة ماذا؟ نتيجة لكثرة الغيث المتساقط زائد الخفة والإيجاز، يعني استعمل الكلام بصورة موجزة بدلا من الإطالة في الكلام. هذا بالنسبة للعلاقة الثانية. ننتقل إلى العلاقة الثالثة من علاقة المجاز المرسل، شربت ماء زمزم، شربت ماء زمزم. إذن المجاز هو في كلمة ماء زمزم، المجاز في كلمة ماء زمزم، فهي في غير معناها الأصلي. الدليل أو القرينة هي كلمة شربت، قرينة لفظية دالة على المعنى المجازي، لأنه يستحيل أن أشرب كل ماء بئر زمزم. هذه هي القرينة، شربت ماء زمزم، مستحيل أن يشرب الإنسان كل ماء زمزم أو بئر زمزم. فشربت ماء زمزم، هذا المعنى المجازي. في الحقيقة أنا شربت كأسا أو جزءا من ماء زمزم، شربت كأسا أو جزءا من ماء زمزم.
إذا لأنه يستحيل أن تشرب بئر زمزم كلها، فبئر زمزم هي الكل كل، ولكن أنا ما شربته هو جزء، هو جزء، ولكن ما هو مذكور هو الكل. إذا شربت ماء زمزم، فنحدد العلاقة بما هو مذكور، نحن ذكرنا الكل بدلا من أن نذكر الجزء، فالعلاقة إذن هي كلية، فأطلق الكل وأراد الجزء، فالعلاقة الكلية هي إرادة إطلاق الكل وإرادة الجزء، يعني نطلق الكل ولكن نحن نريد أن نبين الجزء فقط، أو أنه المقصود هو الجزء فقط. إذا نحكم كما قلنا في العلاقة، ونحدد العلاقة بما هو مذكور، المذكور هنا هو الكل، شربت ماء زمزم يعني ذكرت الكل، ولكن أنا أريد الجزء لأنه يستحيل أن أشرب ماء زمزم كلها، فلذلك العلاقة هي الكلية لأنني ذكرت الكل وأريد الجزء. سر بلاغتها، سر بلاغتها هنا هو الخفة والإيجاز، الخفة والإيجاز، أو جست، يعني بدلا من أن أقول شربت جزءا يسيرا من ماء زمزم أقول شربت ماء زمزم، وفيه أيضا مبالغة لأنه يستحيل أن نشرب ماء البئر كلها، فهنا فيه مبالغة، مبالغة في الكلام. ننتقل إلى علاقة التالية من علاقات المجاز المرسل. قال الشاعر: وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. المجاز هو في كلمة قافية، فهي في غير معناها الأصلي. الدليل والقرينة هي كلمة هجاني، قرينة لفظية دالة على المعنى المجازي، لأن الذي يهجو يقول قصيدة كاملة ولا يقول قافية، فالقافية هي جزء يسير من القصيدة، فالمعنى المجازي قال قافية، والحقيقي قال قصيدة، قال قصيدة، فقال قافية قال قصيدة. العلاقة بين قافية، ننطلق دائما من المعنى المجازي، قال قافية قال قصيدة، علاقة قافية بقصيدة، القافية جزء من القصيدة، القافية جزء من القصيدة، فهنا الشاعر أطلق الجزء وأراد الكل، أطلق الجزء وأراد الكل، فبما هو مذكور نحكم على العلاقة، مذكور الجزء فالعلاقة جزئية، هي هنا علاقة جزئية حيث أطلق الجزء وأريد منه الكل وهو القصيدة. سر بلاغتها نفس الشيء، هنا توضيح المعنى، دائما الصور البيانية غايتها توضيح المعنى، لكن ما المعنى الذي يريد أن يوضحه الشاعر في هذا البيت الشعري؟ يريد أن يوضح أن القافية جزء أساسي لبناء القصيدة، فبدلا من أن يقول فنظم قصيدة، هذه القصيدة مبنية على مجموعة أو مبنية على القافية كجزء أساسي فيها، اختصر وأوجز وقال قال قافية، لكي يبين أن القافية جزء أساسي في بناء القصيدة، زائد الخفة والإيجاز، إذا فيه إيجاز للكلام والتعبير الخفيف، يعني خفة في التعبير، خفة في التعبير والإيجاز. إلى العلاقة التالية، قال الشاعر: بلادي وإن جارت علي هي عزيزة، وقومي وإن ظنوا علي كرام. ظنوا بمعنى بخلوا. بلادي وإن جارت، جارت بمعنى ظلمت. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن ظنوا علي كرام. إذن المجاز في كلمة بلادي، بلادي جاءت، فهي جاءت على المجاز ولم تأتي على الحقيقة، فهي في غير معناها الأصلي. القرينة الدالة على ذلك هي كلمة جارت بمعنى ظلمت، فالبلاد لا تظلم ولا تجور لأنها شيء غير عاقل، لأن البلاد غير عاقل فهي لا تجور ولا تظلم، إذن جارت بمعنى ظلمت، فهي قرينة لفظية دل على المعنى المجازي. بلادي وإن جارت،
هذا المعنى المجازي في الأصل ما هو؟ أهل بلادي وإن جاروا، المقصود هم أهل البلاد، بمعنى من هم في تلك البلاد، الأشخاص الذين يقطنون تلك البلاد. إذا بلادي وإن جارت، هذا المعنى المجازي، أهل بلادي وإن جاروا، هذا هو المقصود، هذا هو المعنى الحقيقي. فعلاقة البلاد بالأهل، علاقة البلاد بالأهل هي علاقة المحلية والمكانية، لأن البلاد هي المكان الذي يسكنه الأهل، هي المكان الذي يسكنه الأهل. فذكر البلاد، هو ذكر البلاد أو المحل أو المكان وأراد أهلها، ذكر المكان وأراد أهلها، فالعلاقة المحلية أو نسميها كذلك المكانية، المحلية أو المكانية. الآن سر بلاغة هذه الصورة البيانية، لماذا استعمل هذا النوع من المجاز؟ إذن أولا فيه مبالغة، لأن البلاد لا تجر، فبالغ نوعا ما في الكلام، البلاد لا تجر، ولكن هذه المبالغة يرمي من خلالها الشاعر إلى توضيح معنى معين، إلى توضيح مدى تعلقه وحبه لأهل وطنه، لأنه يقول فيما بعد: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن ظنوا علي كرام، يعني حتى ولو جارت علي بلادي ولكن تبقى عزيزة. فهو يريد أن يبين شدة تعلقه ببلاده وبأهل وطنه. وأيضا فيها إيجاز وخفة في التعبير، لأنه لو قال أهل بلادي وإن جاروا علي فيها نوع من الإطالة، فلما قال بلادي أصبح الكلام أو التعبير أخف وأوجز. هذا بالنسبة لهذه العلاقة. إلى العلاقة التالية: نزلت بالقوم فأكرموني، نزلت بالقوم فأكرموني. المجاز في كلمة القوم، فهي في غير معناها الأصلي، في غير معناها الأصلي. الدليل أو القرينة الدالة على أن كلمة قوم لم تأتي في معناها الأصلي هي كلمة نزلت، نزلت، نزلت قرينة لفظية دالة على المعنى المجازي، القوم بمعنى أهل المكان، أهل المكان. نزلت بالقوم، فلا ينزل بالقوم بل ينزل بالمكان، أنا أنزل بمكان معين ولا أنزل بالقوم أو الأهل، نزلت بالمكان الذي يسكنه القوم. المعنى المجازي نزلت بالقوم، المعنى أنا الحقيقي نزلت بالمكان الذي يسكنه القوم. إذن هنا عبر عن، هي عكس المحلية، هذه العلاقة هي عكس المحلية، المحلية نذكر المكان ونريد أهله، أما هذه فنذكر العكس، يعني نذكر الحال ونريد المكان. فهو ذكر حال المكان وهو يريد أهله. إذن القوم لا ينزل به، وإنما ينزل في المكان الذي يسكنه القوم، فذكر الحال وهو القوم وأراد المحل وهو المكان، فالعلاقة حالية. ذكر القوم وهم الحال بدل من أن يذكر المكان، بدل من أن يذكر المكان. ونحن قلنا في تحديد العلاقة نحكم بما هو مذكور، مذكور الحال، إذن العلاقة حالية، مذكور الحال ولكن المقصود المكان، لكن أحكم بما هو مذكور، فالعلاقة حالية. سر بلاغتها، سر بلاغتها هو توضيح المعنى، توضيح حالة القوم أي أهل المكان وكرمهم. قال نزلت بالقوم فأكرموني، نزلت بالقوم فأكرموني، الذين أكرمهم القوم، لذلك قال نزلت بالقوم، يعني ولم يقل نزلت بالمكان الذي يسكنه القوم. فهنا أيضا فيه إطالة في الكلام، فأوجز هذا الكلام بقوله نزلت بالقوم، فأصبح الكلام أخف وأوجز. وكذلك هو يريد أن يبين حالة القوم، يعني هو يقصد القوم بالتحديد، لأنه يريد أن يبين أن هؤلاء القوم كرماء، فركز على كلمة قوم بدل من أن يركز على
المكان الذي يسكنه هؤلاء القوم. هذا بالنسبة لهذه العلاقة. العلاقة التالية، وقال إلي أبو ماضي: نسي الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربدا. إذن المجاز هنا هو في كلمة الطين. الطين في غير في هي في غير معناها الأصلي. الدليل والقرينة الدالة على المعنى المجازي هي كلمة نسي. نسي الطين، لا ينسى. إذن من الذي ينسى؟ الإنسان هو الذي ينسى. إذن هي قرينة لفظية دالة على المعنى المجازي. إذن كلمة طين لم تأتي في معناها الأصلي. نسي الطين المعنى المجازي. نسي الإنسان المخلوق من طين المعنى الحقيقي. العلاقة الآن بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. نسي الطين، الطين نسي الإنسان. العلاقة بين الطين والإنسان. العلاقة بين الطين والإنسان. الإنسان مخلوق من طين، فالطين هو اعتبار ما كان عليه الإنسان، هو ما كان عليه الإنسان. إذن المجاز في الطين علاقته اعتبار ما كان، والمراد الإنسان الذي كان طينا، الإنسان الذي كان طينا. القرينة كما قلنا هي كلمة نسي. سر بلاغة هذه الصورة البيانية. إذن الشاعر هنا يريد أن يوضح معنى معين. قال: نسي الطين ساعة أنه طين حقير. صحيح، الإنسان باعتبار ما كان أو في الأصل هو طين، مخلوق من طين. فتوضيح المعنى، ولكن أي معنى يريد أن يوضحه الشاعر هنا؟ يريد أن يوضح أن هذا الإنسان المتكبر والمتجبر، لأنه قال في الشطر الثاني: فصال تيها وعربدا، بمعنى تجبر وتكبر. فهذا الإنسان المتجبر والمتكبر في الدنيا هو في النهاية طين باعتبار ما كان عليه، يعني هو في الأصل طين باعتبار ما كان عليه. فهذا المعنى الذي يريد أن يوضحه الشاعر. وأيضا أوجز الكلام وأوجز المعنى، بدل من أن يقول نسي الإنسان، هذا الإنسان الذي خلق ومن طين يعني باعتبار ما كان عليه في الأصل، أي كان أو خلق من طين، فقال نسي الطين، أوجز المعنى وأصبح التعبير أخف بهذه الطريقة. ننتقل إلى العلاقة التالية. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي هذه الآية الكريمة الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المجاز في كلمة ميت، إنك ميت، فهي في غير معناها الأصلي. القرينة الدالة على المعنى المجازي هنا ليست لفظية، لا يوجد أي لفظة دلت على المعنى المجازي، وإنما القرينة حالية، يعني حال الكلام هو الذي دلني على المعنى المجازي. المعنى الحقيقي إنك ميت، ولا عفوا، المعنى المجازي إنك ميت، والحقيقي سيكون مصيرك الموت، لأن الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة يخاطب فيها الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خطب بلفظ ميت وهو لا يزال حيا. إذا هنا لا يزال حيا وخطب بكلمة ميت، فهنا باعتبار ما سيؤول إليه. إذا إنك ميت وهو حي. إذا هذا الخطاب باعتبار ما سيؤول إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ما سيكون مصيره في النهاية ومصير كل البشر، وهو الموت. إذا العلاقة إذا هي اعتبار ما سيكون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حي، فهو سيكون في المستقبل، سيكون يعني الأمر لم يحدث، باعتبار ما سيكون، سيكون ميت. إذا سر بلاغة هذه الصورة البيانية هو توضيح المعنى، ولكن أي معنى يريد الله سبحانه وتعالى أن يوضحه في هذه الآية الكريمة؟ إنك ميت وإنهم ميتون. يريد أن يبين في هذه الآية الكريمة المصير
المصير الحتمي لكل البشر في الدنيا وهو الموت. لذلك قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنك ميت. فهنا يبين له مصيره ومصير كل البشر في هذه الدنيا وهو الموت. وأيضا التعبير فيه خفة وإيجاز، يعني بدلا من أن يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول له إن مصيرك سيكون في النهاية أو في الختام هو الموت، قال إنك ميت بهذه الصورة، يبين الله سبحانه وتعالى المصير الحتمي لكل البشر في الدنيا وهو الموت. إلى العلاقة التالية، قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك. المجاز هنا في كلمة لسانك، كلمة لسان هي في غير معناها الأصلي. يسرناه هي القرينة الدالة على المعنى المجازي، يسرناه بلسانك. يسرناه بلسانك المعنى المجازي. المعنى الحقيقي يسرنا اللغة التي تنطقها بلسانك. إذا اليسر هو اليسر في الكلام، في اللغة، وليس في اللسان، إذا يسرنا اللغة التي تنطقها بلسانك. يسرناه بلسانك، علاقة اللسان باللغة، علاقة اللسان باللغة. اللسان هو آلة اللغة، آلة اللغة هي الآلة أو الأداة، العضو الذي نستعمله عندما نتكلم. إذا المعنى الحقيقي لكلمة لسان هو العضو الذي نتكلم بواسطته، لكن المراد اللسان المجازي وهو اللغة. فالله سبحانه وتعالى صحيح استعمل كلمة لسان، ولكن المراد من وراء كلمة لسان هو اللغة، لهذا هو المعنى هنا مجازي. ولما كان اللسان هو الآلة التي تؤدى بها اللغة جاز إطلاقه عليها مجازا، فالعلاقة هي الآلية والقرينة يسرنا، كما قلنا القرينة هي يسرناه، اليسر في الكلام، اليسر في الكلام بمعنى اللغة. فالله سبحانه وتعالى استعمل كلمة اللسان للدلالة على اللغة. وهنا إذا سر بلاغتها، لو دققنا جيدا سنجد أن كلمة لسان شيء محسوس، أو هو عضو محسوس عند الإنسان، والمقصود هو اللغة، شيء معنوي وليس محسوس. إذا هنا المراد هو التجسيد المعنوي وهي اللغة في صورة المحسوس وهو اللسان، ليتضح تجسيد المعنوي في صورة المحسوس ليتضح، إضافة إلى الإيجاز في الكلام، بدل أن نقول يسرنا اللغة التي تنطقها بلسانك، فكلمة لسان أوجزت ودلت على المعنى المراد وهو اللغة. هذا بالنسبة لعلاقات المجاز المرسل التي سنجزها في هذا المخطط، أولا علاقة السببية هي أن نطلق السبب ونريد منه المسبب، يعني نذكر السبب ولكن نحن نريد النتيجة أو المسبب. ثاني علاقة هي علاقة المسببية. بالنسبة لعلاقة المسببية هي أن نطلق المسبب بمعنى النتيجة ونريد منه السبب. العلاقة التالية هي الكلية. الكلية هي أن نطلق الكل ونريد منه الجزء. علاقة الجزئية وهي أن نطلق الجزء ونريد منه الكل. علاقة المحلية وهي أن نطلق المحل ونريد منه أن نطلق المحل ونريد منه الحال في المحل. علاقة الحالية وهي أن نطلق الحال ونريد منه المحل. اعتبار علاقة اعتبار ما كان وهي أن نسمي الشيء بالاسم الذي كان يحمله في الماضي. علاقة اعتبار ما يكون وهي أن نسمي الشيء بالاسم الذي سيؤول إليه في المستقبل. وأخيرا علاقة الآلية وهي أن
نسمي الشيء باسم الآلة التي يؤدى بها. هذه هي علاقات المجاز المرسل. الآن بالنسبة لي سر جمال المجاز المرسل، سر جماله يكمن في عناصر متعددة. أولا الخفة والإيجاز، ثانيا التجسيم والتجسيد، ثالثا التوضيح، وأخيرا المبالغة. بالنسبة للخفة والإيجاز، حين نعبر عن المعنى بإيجاز، يعني حين نعبر عن معنى معين بصورة موجزة. التجسيم أو التجسيد حين نجعل المعنوي محسوسا. التوضيح حين نبين المعنى المراد إيصاله من خلال المجاز. وأخيرا المبالغة هي التعبير بطريقة مبالغ فيها لتوضيح المعنى، يعني نبالغ في المعنى حتى نوضح. كل هذه الأمور ذكرناها سابقا في الأمثلة، الآن حتى نبين خلاصة فقط. بالنسبة للخفة والإيجاز، نأخذ مثال من الأمثلة التي ذكرناها. أقطف الغيثة، أقطف الغيثة، قلنا أن فيه إيجاز في المعنى، بدل من أن أقول أقطف الثمر الذي نما نما بسبب الغيث، يعني أوجزنا المعنى. أقطف الغيث، يسرناه بلسانك، كما ذكرنا اللسان شيء محسوس، فعبرنا عن اللغة التي هي شيء معنوي باللسان الذي هو شيء محسوس. التوضيح مثل قولنا نسي الطين، فهنا يريد أن نوضح أصل الإنسان المخلوق من طين. مبالغة، شربت ماء زمزم، قلنا فيه مبالغة لأن الإنسان لا يستطيع، يستحيل عليه أن يشرب ماء بئر زمزم. هذا بالنسبة لسر بلاغة المجاز المرسل. إذا هذه هي علاقات المجاز المرسل وكيف نتعرف عليها. إذا نتعرف عليها عن طريق تحديد العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ونركز على ما هو مذكور في المعنى المجازي لأنه هو الذي يحدد لنا هذه العلاقة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى للجميع الاستفادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.